قال الشارح رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه: والخامس حلقه. طبعا الشارح وقبله المادم يسردان محرمات الإحرام، أي الأمور التي تحرم على المحرم بحج أو بعمرة. فذكروا أولا أنه يحرم عليه لبس المخيط، وكنا معنى المخيط المراد به المحيط بعضو من البدن أو بالبدن كله. وثانيا تغطية الرجل بعض رأسه، والثالث تغطية المرأة الوجه والكفين، والرابع ترجيل الشعر بالدهن. ثم تحدث عن الخامس وقال: وحلقه، أي الشعر من سائر جسده. ومثل الحلق الندف والإحراق ونحو ذلك. إذا من المحرمات على المحرم حلق الشعر من سائر البدن، سواء كان من الرأس أم من الإبط أم من العانة، من أي مكان في الجسم، وكذا ندفه وإزالته بأي طريقة من طرق الإزالة. لذا يسن للمحرم قبل أن يحرم أن ينظف جسده، يعني قبل الإحرام ينظف الجسد، يحلق العانة، ينتف الإبط، يحلق الشعر، حتى لا يحتاج إلى ذلك في أثناء الإحرام، خصوصا في الإحرام بالحج، لأن الحج وقته يطول. فدائما المسلم أو المسلمة يهتمان جدا بأمور النظافة، بنظافة البدن قبل الإحرام، حتى لا يحتاج إليها في أثناء الإحرام. يبقى مثل الحلق الندف أو الإزالة بأي وجه من وجوه الإزالة لأي شعر في البدن. كيف بسبب جرح يا شيخ؟ إيه؟ بسبب جرح، الجرح في جلد مثلا، ثم زال شعر في إن زال الجلد أصلا فلا حرج. الجلد يعني الجلدة التي عليها الشعر نفسها أزيلت أو قطعت فلا حرج. لكن لو قال لك مثلا ممكن الإنسان يجرح في رأسه فيقال له حتى يعني نعالج الجرح لابد من أن تحلق، فهنا يحلق وعليه الفدية. لكن لو أن الجلدة نفسها التي عليها الشعر، الجلدة هي التي أزيلت، فلا شيء عليه، لأنه لم يزل شعرا، وإنما الجلد الذي عليه الشعر هو الذي يزيل. نعم. حتى هو قال هنا إيه الشيخ البجيرمي، قال: ولو كشط المحرم جلدة الرأس، فلا فدية، إذ الشعر تابع. يعني مثلا هذا الجلد عليه شعر، فمثلا بحالة أدى بآلة حادة مثلا كشط الجلد، يعني الجلد نفسه إيه هو الذي من أزيل، فهنا الشعر ليس أصلا، وإنما الشعر إيه تابع للجلد، فلذلك إيه لا فدية عليه في هذه الصورة، لأن الشعر هنا إيه تابع، بخلاف صورة الجرح
الذي نحتاجه لإزالة الشعر لأجله. هنا الشعر إيه؟ أصل وليس تابع. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعرها، وشعر سائر الجسد ملحق به. قال والسادس تقليم الأظفار قياسا على الشعر. هنا الدليل ليه؟ القياس. واتفقنا أننا يعني أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأنه توسع في استعمال القياس، وهو دليل من الأدلة الشرعية المتفق عليها عند جماهير الفقهاء. فليس معنى أنك لا تجد دليلا من السنة على حكم، ليس معناه أن الأئمة قالوا به دون دليل، يعني حاشا الأئمة أن يقولوا ذلك. يعني الأئمة كان عندهم دين أكثر منا، وكان عندهم ورع أكثر منا، وكان عندهم تقوى لله أكثر منا، وكان عندهم تعظيم لحرمات الشرع أكثر منا. نحن أصلا لا مقارنة بيننا وبينهم في ذلك أصلا. فقطعا هناك دليل، ولكن كوني لا أعرف الدليل ليس معناه أنه لا يوجد دليل. ولكن هذه مشكلتي أنا الذي لا أعرف الدليل. فهنا قد يقال ما دليل تقليم الأظفار؟ لا يوجد دليل من السنة يمنع ذلك، ونحن مع الدليل. لا، هناك دليل، القياس. قال قياسا على الشعر لما فيه من الترفه، لما فيه الجامع بينه وبين إزالة الشعر الترفه، لما من 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 إزالة الأثار وخص الأثار من الإيه؟ من الترفه. والمراد من ذلك، المراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفور. يعني والمراد من ذلك يعني الحلق المحرم وتقليم الظفر المحرم، الجنس الصادق، جنس الشعر وجنس الظفر، يعني أقل القليل مما يطلق عليه شعر، وأقل القليل مما يطلق عليه إزالة الظفر. والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعد شعرة أو ظفر. قال والسابع الطيب، سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره. ولو أخشم، يعني الأخشم أو الخشم داء يصيب الأنف يمنع الشم، يمنع حاسة الشم. يبقى الأخشم داء يصيب الأنف يمنع إيه؟ حاسة الشم، يمنع الشم، يؤثر على حاسة الشم، يصير الإنسان لا يشم الروائح الطيبة ولا الكريهة. فيقول لك حتى ولو كان أخشم لا يشم أيضا يمنع من استعمال الطيب. يبقى سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره، يبقى رجل أو امرأة يحرم عليهما وضع الطيب بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره.
يبقى ما هو الطيب الذي يمنع منه المحرم؟ قال ما يقصد منه رائحته غالبا. ولما أغير يعني مثلا الزعفران مثلا تقصد منه رائحته ويستعمل مثلا في صبغ الثياب فأيضا يمنع منه المحرم، لأن الغالب في الزعفران قصد رائحة. فما يقصد منه رائحته غالبا. طيب الصابون يقصد منه الرائحة أم يقصد منه النظافة؟ الغالب في الصابون ليه؟ حتى ولو كانت له رائحة. مثلا المنظفات المستعملة في نظافة الثياب تعطي للثياب يعني رائحة، الغالب فيها النظافة أم قصد الرائحة؟ النظافة. فكل ذلك لا حرج فيه بالنسبة للمحرم. ولذلك في الحديث لما مات الرجل الذي كان محرما قال إيه؟ لا تخمروا وجهه واغسلوه بماء وسدر. واغسلوه بماء وسدر، السدر اللي هو الايه؟ الصابون. وفي الرواية قال ولا تقربوه طيب ولا تقربوه طيبا. فحديث فرقت بين الطيب المقصود منه التطيب والتعثر و الأدوات أو الوسائل التي يقصد منها النظافة، فالصابون والشامبو وما كان من ذلك لا يمنع منه المحرم، لأن القصد منه النظافة وليس القصد التطيب. قال كالمسك والعود والكافور والوطس. ولذلك المحرم إذا مات محرما هو السنة في غسل الميت أن نضع الكافور في الإيه؟ وقليل من الكافور، درسنا ذلك في غسل أي ميت إلا المحرم لا نضع له كافور في الماء، لأن الكافور إيه؟ طيب. الكافور طيب، لا يستعمل للنظافة وإنما طيب. فلذلك منع منه ليه المحرم إذا مات وهو محرم، يمنع من الكافور. كالمسك والعود والكافور والورس، وهو أشهر طيب ببلاد اليمن. قال والزعفران، وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا. قوله والزعفران وإن كان يطلب، هذا تمثيل لقوله ولو مع غيره، فهذا مثال لقوله إيه؟ يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره. فيعني إيه ولو مع غيره؟ ما مثال ذلك؟ قال الزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا، إلا أن الغالب في الزعفران وفي استعماله هو الإيه؟ هو قصد الطيب، سواء كان ذلك في ملبوسه، يعني كان الطيب يعني في ملبوسه كثوب أم في بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وسواء كان ذلك بأكل أو إسعاط أم احتقان. الإسعاط اللي هو الإدخال في الأنف، الإدخال في الإيه؟ في الأنف مثل القطرة كده يعني
يدخل في الأنف. فهذا الطيب سواء كان في أكل أم إسعاط أم احتقان، قال فيجب مع التحريم في ذلك الفدية. طبعا سيأتي تفصيل الفدية بعد ذلك. قال واستعماله أن يلصق، واستعماله هو قال يعني المحرم استعمال الطيب. طيب ما معنى الاستعمال؟ ما ضابط الاستعمال؟ قال واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه. يبقى هذا ضابط الايه؟ الاستعمال. أن يلصق الطيب يعني العطر، ها وضع العطر على اليد، فألصق الطيب بجسمه وبدنه أو ملبوسه. قال ولو كان حتى نعلا، فبنفسه أو مأذونه، يعني أذن لزوجته أن تعطره بعد الإحرام، أذن لخادمه أن يعطره بعد الإحرام، فأيضا كل ذلك يقع في الإيه؟ في الإثم، وعليه الفدية. طيب معي زجاجة عطر في حقيبتي، هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لأنه لم يحصل إيه؟ استعمال على الوجه المألوف. قال ولو استهلك الطيب في المخالط لهم بأن لم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية. هذا الطيب مثلا إذا وضع في الطعام واستهلك بحيث لم يعد له لا لون ولا طعم ولا رائحة فلا يؤثر في ذلك. قال وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم ولم يجب فيه فدية، لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه. المصطكى يعني شيء من التوابل يوضع على الطعام يعني يعرفه النساء، وكان المصطكى هذا يستخدم قديما في علاج نزلات البرد والغطاس وهكذا يعني الصداع، كان يستخدم يعني يغلى في الماء ويستخدم كدواء. طبعا كان الناس قديما لم تكن عندهم هذه الأدوية الحديثة، فكان الله سبحانه وتعالى يعني يجعل دواءهم فيما حولهم من الأمور البسيطة التي لا تكلفهم شيئا، فكانت الأمور بسيطة جدا. أما نحن فأصبحنا متحضرون وأصبحنا عصريون وصعدنا إلى القمر، ويعني يبقى أن يعني يصنعوا صاروخا يعني يحاربون به الله في السماوات السابعة. فالله سبحانه وتعالى قال هيا اذهبوا أنتم ابحثوا عن علاج لأمراضكم، فأصبح العلاج مكلف والأدوية غالية جدا، لأننا ابتعدنا عن الفطرة البسيطة في علاج الأمراض.
فابتعدنا عن معية الله تعالى لنا. فالشاهد أن ما يقصد به الأكل أو التداوي وكذلك أو النظافة وكان له ريح طيب فلا حرج في استعماله للمحرم، لأن المقصود الغالب فيه هو الإيه؟ الأكل. يعني مثلا المصطكة هذا لا يأتي إنسان بقدر من المصطكة ويمسح يده ويتعطف، يعني لا يفعل أحد هذا. هذه توابل توضع على الطعام، يعني ما وجدنا امرأة مثلا جاءت بالمصطكة وقبل أن تضعه على الطعام تعطرت به ومسحت يعني وجهها ويديها. فهذه الأمور يقصد بها التداوي، يقصد بها الأكل، لكن لا نظر لأثر الطيب أو لقصد الطيب فيها، فلا يمنع المحرم منها حتى وإن كان لها ريح طيب. قال والثامن يحرم على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولا بريا وحشيا. هذه القيود الثلاثة، ما هو الصيد الذي يحرم صيده؟ أن يكون مأكولا، هذا القيد الأول. نكتب رقم واحد عليه مأكولا، رقم اثنين بريا، رقم ثلاثة وحشيا. يبقى هذه الحيوانات، هذا يعني الحيوان إذا اجتمعت فيه هذه القيود الثلاثة حرم صيده. قال إذا كان مأكولا، طب إن لم يكن مأكولا هل يحرم صيده؟ لا يحرم. يعني مثلا أسد، هل الأسد حيوان مأكول؟ يبقى يجوز للمحرم صيده أم لا؟ يجوز. يبقى أول شرط أن يكون إيه؟ مأكولا. الشرط الثاني أن يكون بريا. طيب ما ضد الحيوانات البرية؟ الحيوانات البحرية. يبقى هل يجوز للمحرم أن يصطاد مثلا المسافر مثلا من القاهرة إلى السعودية بالسفينة في البحر الأحمر مليء بالأسماك، هل يجوز له أن يصطاد سمكا وهو في السفينة؟ يجوز، لا حرج في ذلك. يبقى إيه الشرط الثاني؟ أن يكون حيوانا إيه؟ بريا. الشرط الثالث أن يكون وحشيا. طب ما ضد الوحشي؟ الأهلي أو المستأنس. يعني مثلا الدجاج الذي يربى في البيوت، هل هذا وحشي أم مستأنس؟ مستأنس. فهل يجوز للمحرم ذبحه وأكله؟ نعم يجوز. لكن هناك أنواع من الدجاج وحشية، فهذه يحرم على المحرم صيدها. يبقى لابد من اجتماع القيود الثلاثة في الحيوان الذي يحرم صيده. يعني ونريد أن ننبه على ذلك ونؤكد عليه، لابد من اجتماع الشروط الثلاثة
لأن مشهور عند الناس أي حيوان يحرم صيده للمحرم. لا، لابد من اجتماع شروط ثلاثة في هذا الحيوان الذي يحرم صيده: أن يكون مأكولا، أن يكون بريا، أن يكون إيه؟ وحشيا. قال: كبقر وحشي ودجاجة. هناك معروف في بلاد الحجاز، طبعا نحن الآن يعني لا نسافر كثيرا من طريق البر فلا نرى هذه الحيوانات، لكنها موجودة. يعني من يتعود سفر البر في الحجاز يرى هذه الحيوانات، وكأن يعني يعني كل ما يتعلق بالحرم والميقات، المسافة الميقات التي بين الميقات وبين الحرم، كأن كل ما يتعلق بهذه الأماكن له حرمة، كأن الحيوانات التي تعيش في هذه الأماكن لها حرمة، يعني تأمن من الصيد حينما يحرم على المحرم صيدها. يا مولانا، ما رأيكم في جرق كبير؟ في جرق كبير؟ في جرق جرانة يعني حيوان يعني حيوان كبير، جرق كبير. هل يسمى مأكولا، مريا، وحشيا؟ هل هذا حيوان مأكول؟ أنا لا أعرف، هل هو مأكول؟ مأكول. إيه؟ مأكول. مأكول؟ أيوه مأكول. كيف مأكول؟ إيه؟ جراد. جراد. الجراد. نعم جراد. الجراد. نعم. نعم نعم. ولكن ال هو الجراد مأكول. ولكن الجراد طائر يطير، ليس بريا. نراجع الجراد، هل أنت قرأت فيه شيئاً؟ سمعت من يعني مطوف قال بأنه من محرمات الجراد؟ نعم. أليس الجراد من وحشي؟ طيب نراجع، بس الجراد مؤذي، يعني الجراد يؤذي. نحن ماليزيون نأكل. لا نعم، ولكنه مؤذي، يعني الحيوان لا كطائر يصدر منه كثير من الأذى، يعني يهلك الزرع. هو مشهور في ماليزيا عندكم الجراد؟ مشهور في ماليزيا الجراد؟ بعض الأماكن زي بعض الأماكن مشهور في نعم ويؤكل، يعني يأكلونه. لكن هل هو هل لا يؤذي الزرع؟ نعم يؤذي الزرع أيضا، يؤذي الزرع. أنا يعني ظني أنه من الحيوان الذي يجوز قتله لما فيه من الأذى، يعني لأنه خمس يقلن في الحرم، الحديث مشهور، والعلماء قالوا أن كل ما يؤذي من الحيوان والطير يدخل في هذا الحديث. ولكن نراجع أيضا، نراجع الجراد.
طيب ما نحاول أن سيدي أن نضبط ضابط الوحشي. نعم يعني الطيور لا يعتبر بأنه بري، الطيور لا يعتبر بأنه طيب نحاول أن نضبط هل الطيور تشمل يشملها معنى البري أم لا، وكذلك وهنا عرف الحيوان الوحشي بأنه كل حيوان لا يمكن أخذه إلا بحيلة، طيرا كان أو دابة، ما لا يمكن أخذه. هذا ضابط الإيه؟ الوحشي. نكتبه ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة، طيرا كان أو دابة. ما يدخل فيه الإيه؟ يدخل فيه الطير. على البدن أو على الثياب يعني بغير استعمال، هل عليه فدية؟ لو وقع بغير استعمال يزيله فورا، لكن إن رضي به واستمر في ذلك عليه الفدية، يزال بالغسل فورا.
كما لو وقع ساتر المرأة التي تستر وجهها وقع الساتر على وجهها، فإن رفعته فورا لا فدية، فإن تركته عليها الفدية. لكن ضابط المأكول ضابط الوحش كله إيه؟ كل أخذه إلا بحيلة، طائرا كان أو دابة. هكذا ممكن يدخل فيه الجراد، ولكن تبقى فيه علة الإيذاء. علة الإيذاء، هل هو هل هذه العلة إن وجدت فيه وكان يؤذي الزرع فهل يجوز قتله للمحرم؟ هل المحرم أن يقتله كشأن الفواسق التي تقتل في الحل وفي الحرم؟ يبقى هذه نراجعها. قال: كبقر وحشي ودجاجة. طبعا هناك أنواع من الدجاج، هناك دجاج يعيش في البر بخلاف الدجاج الذي يكون مستأنسا في البيوت، أو كان متولدا بين المأكول البري الوحشي وبين غيره، كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي، أو بين شاة وظبي. أما الأول المراد بالأول هنا الصيد المأكول البري الوحشي، أما الأول يعني ما كان مأكولا بريا وحشيا خالصا غير متولد بين مأكول وغيره. فلقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر، أي أخذ ما دمتم حرما. وأما الثاني الذي هو المتولد بين المأكول البري الوحشي وبين غيره فللاحتياط في الحيوان، كما مثل: كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. وخرج بما ذكر ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، كالمتولد بين ذئب وشاء، الذئب وحشي غير مأكول والشاء إنسي مأكول، وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي، كالمتولد بين حمار وذئب. الحمار والذئب غير مأكولين، والذئب وحشي. وقال ما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي، وما تولد بين أهليين، بين حيوانين أهليين أحدهما غير مأكول، كبغل
فلا يحرم التعرض لشيء منها. يبقى كله ايه؟ يبقى احنا عندنا الممنوع المتولد يقينا او الحيوان المأكول البري الوحشي، والمتولد بين مأكول بري وحشي وبين غيره، هذان فقط يمنع منهما المحرم. أما غير ذلك كالمتولد بين وحشي غير مأكول وإنس والصور التي ذكرها فلا تحرم على المحرم. قال ويحرم أيضا اصطياد المأكول البري. والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالإجماع. يبقى حرمة الصيد تتناول المحرم مطلقا في أي مكان أحرم يحرم عليه الصيد، والحلال في مكة مطلقا في الحرم مطلقا في داخل حدود الحرم. يبقى هذه الأمور يحرم صيدها على المحرم وغير المحرم في الحرم، أما خارج الحرم فتحرم فقط على الإيه؟ على المحرم. يبقى هذا الصيد، قتل الصيد هذا أو التعرض للصيد في داخل حدود الحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، أما خارج حدود الحرم فهذه الأمور لا تحرم إلا على المحرم فقط. واضح يا شباب؟ قال بالإجماع، يعني هذا دليل أو هذه مسألة مجمع عليها كما قاله في المجموع. قال ولو كان كافرا ملتزم الأحكام، يعني حتى الكافر يحرم عليه الصيد داخل حدود الحرم. قال ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يغضب شجره ولا ينفر صيده. يبقى لا يقطع شجر الحرم ولا ينفر صيده، أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال، فغير التنفير أولى. يعني التنفير انك الحيوان ماشي في سلام فتمسك مثلا حجارة وتقذف بها، فمجرد التنفير حرام، فما بالك بقتل الصيد في الحرم. هذا يبقى حرمة قتل الصيد او التعرض للصيد على المحرم مطلقا استفدناها من القرآن، فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرمة قتل الصيد في الحرم مطلقا سواء كان للمحرم أم لغير المحرم أخذناها من السنة الشريفة. قال وقيس بمكة باقي الحرم، وقيس بمكة باقي
الحرام، لأن الحديث إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد يعني مكة حرام، فقيس بمكة باقي الإيه؟ الحرام. يبقى كل حدود الحرم، لأن كما أخذنا قبل ذلك إن حدود الحرم أكبر من مكة، حدود الحرم أكبر من مكة في بعض الجهات، يعني في التقاسيم الحديثة، يعني مكة كمحافظة مثلا داخل دولة السعودية حدود الحرم أكبر منها في بعض الجهات أكبر. وهذا مهم أن نعرفه لأن له فوائد، أن المسجد الحرام يجوز أن يمتد خارج مكة في بعض الجهات، لأن المسجد الحرام جائز أن يمتد إلى حدود الحرم ويشمل كل حدود الحرم. الصلاة في حرم مكة 100,000، يبقى الصلاة في أي جزء داخل حدود الحرم 100,000، ليس المسجد الحرام فقط. لماذا؟ لأن كل بقعة في الحرم ممكن أن تكون في وقت من الأوقات جزء من المسجد الحرام. هو المسجد الحرام الآن هل كان هذا حجمه وسعته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عشر حتى. فمهم جدا أن نعرف ذلك، أن حدود الحرم أكبر من مكة، يعني مكة في داخل الحرم. حتى لو مش عارف رأيتها أو انتبهت إليها وأنت داخل إلى مكة، في بعض الجهات تجد يافطة كبيرة على الطريق، هنا حدود الحرم وهذا طريق غير المسلمين، يعني تلاقي يافطة كده كبيرة عند الحدود من بعيد قبل دخول مكة، هنا حدود الحرم وبجواره طريق، هذا طريق غير المسلمين، فغير المسلمين يأخذون طريقا حتى لا يدخلوا في حدود الحرم. فننتبه إلى هذا الأمر لأن هذا مما يعني يغفل عنه كثيرا. وكما قلنا الصلاة داخل حدود الحرم، ليس المسجد الحرام فقط، داخل حدود الحرم في أي بقعة، ولو في الفندق في أي بقعة 100,000 في داخل حدود الحرم الشريف. ولذلك قال وقيس بمكة باقي الحرم. قال والتاسع نعم. قال هنا ولو كان كافرا ملتزم الأحكام، لكن هل الكافر يوجد في الحرم؟ لو دخل لحاجة، مثلا نحتاج إلى خبير مثلا في مسألة معينة في، وأنت ترى نحن المسلمون الآن يعني أصبحنا مساكين وأصبحنا نعيش على الأوروبيين، يعني حينما حصل الاعتداء على الحرم، حصل احتلال للحرم في سنة 79، مشهور جدا، يعني حادثة مشهورة حتى لو كتبتوها على النت، احتلال الحرم 79، ستأتي لكم يعني تفاصيل كثيرة موجودة على النت. بعض الجماعات المتطرفة احتلوا الحرم وقتلوا كل من فيه، قتلوا إمام الحرم وقتلوا كل من في الحرم، وحصل احتلال تام للحرم، وكان يعني أمر اهتز له العالم، كان أمر خطير جدا اهتز له العالم. للأسف الشديد يعني جاءوا بقوات من أوروبا من فرنسا حتى تخرج المتطرفين من الذين احتلوا الحرم، كان استعانوا بقوات غير مسلمة حتى
يعني يخلص الحرم من هذا الاحتلال، يمكن احتلال خطير يعني الموقف. فالشاهد موقف كهذا يعني احتاجوا فيه لدخول غير المسلمين الحرم، فإذا دخلوا يلتزمون بأحكام الحرم، إذا دخلوا للحاجة فيلتزموا بأحكام الحرم ويعرفوا أن هذا المكان حرم يمنع فيه من كذا وكذا وكذا، يلتزموا هذه الأحكام. قال والتاسع عقد النكاح بولاية أو وكالة وكذا قبوله له أو لوكيله، كأن الشرع الشريف يقول لك أنت يعني خرجت من الدنيا، خرجت من ثيابك ونزعت ثوبك المعتاد ولبست كفنك، كيف تفكر في هذه تفكر في نكاح أو في حتى ولو لابنتك؟ أنا مشغول، المشغول لا يشغل، أنا مشغول بما أنا فيه من العبادة، خصوصا أننا لنسافر للحج والعمرة في كل يوم أو في كل شهر، نسافر على فترات بعيدة، فهذه فرصة هذان الأسبوعان أو الشهر نقبل فيه على الله تعالى بالكلية. فمن الأمور المحرمة على المحرم في مذهبنا عقد النكاح بولاية أو وكالة، يعني يحرم عليك أن تكون وليا لابنتك وأنت محرم، أو تكون وكيلا لصاحبك، مثلا صاحبك يوكلك في أن تعقد له النكاح، هذا يحرم عليك في أثناء الإحرام. يبقى والتاسع عقد النكاح بولاية أو وكالة وكذا قبوله له أو لوكيله، يعني الوكيل قال لي اقبل بدلا عني في صيغة الإجابة والقبول العقد، لا هذا لا يجوز للمحرم. قال واحترز بالعقد عن الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح، يعني واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا فهل له أن يراجعها وهو محرم يقول لها راجعتك؟ نعم يجوز ذلك لأنه استدامة نكاح ليس إنشاء عقد جديد. أما الشهادة على العقد فجائزة أيضا، يعني كذلك الشهادة على العقد جائزة، لكن هو لا يزوج ولا يتزوج. قال والعاشر يعني من محرمات الإحرام الوطء بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فإنه يحرم بالإجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر. يبقى سواء كان هذا الإدخال في فرج امرأة، في دبر رجل، في دبر بهيمة، كل ذلك إيه؟ يمنع منه المحرم سواء كان يجامع زوجته أم غيره، يعني كل هذا محرم على إيه؟ على المحرم. قال ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية، يعني الزوج محرم وزوجته غير محرم، فقالوا يحرم على الزوجة أن تمكن زوجها من جماعها، لماذا؟ لأنها إعانة على معصية.
لأن جماعه محرم، هو محرم، فيحرم عليها أن تطاوعه في ذلك وتمكنه من نفسها حتى لا يعان على المعصية. قال ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة، يعني الرجل الحلال غير المحرم يحرم عليه كذلك أن يجامع زوجته إن كانت محرمة. قال وكذا المباشرة قبل التحلل الأول فيما دون الفرج بشهوة لا بغيرها. المباشرة تشمل كل ملامسة بين الرجل وزوجته بأن يلمس الجلد الجلد. المباشرة بشرة تلمس إيه؟ بشرة، كتقبيلها، كضمها، كل ذلك إن كان بشهوة يحرم على المحرم. قال بشهوة لا بغيرها، بشهوة وقد وكذا المباشرة قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، هذا بالنسبة للحج، لأن الحج كما سيأتي له إيه؟ تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، هذا لا يوجد في العمرة، لكن الحج له تحللان. تحلل أول كما سيأتي إن فعل اثنان من ثلاثة، هي الطواف في يوم النحر، الطواف والحق ورمي الجمرة، إن فعل اثنين من ثلاثة فأصبح متحللا تحللا أول. ما الذي يستبيحه بالتحلل الأول؟ كل المحرمات يستبيحها على جماع الزوجة. فإذا فعل الثالث، ثالث الأمور الثلاثة وفعل اثنين وتبقى الثالث، فإذا فعل الثالث حل له جماع الزوجة. يبقى الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يكون بفعل اثنين من أمور ثلاثة في يوم النحر، الحق، رمي الجمار، طواف الإفاضة، أي اثنين يفعلهما يحل التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ يحل له كل شيء إلا جماع الزوجة. فإذا فعل الثالث حل التحلل الثاني وأبيحت له زوجته. فلذلك هنا قال وكذا المباشرة قبل التحلل الأول، لأن التحلل الأول إذا حصل حل له مقدمات الجماع المباشرة، حل له كل شيء ما عدا الجماع الوقت. حينما نقول الجماع معناه الوقت، وقت إدخال الذكر في فرج زوجته، هذا معنى الجماع أو الوقت. ما سوى ذلك يسمى مباشرة أو مقدمات الجماع. الجماع أو الوقت إدخال الرجل ذكره في فرج زوجته، ما سوى ذلك يسمى مباشرة. فبالتحلل الأول يحل له كل أنواع الاستمتاع عدا الجماع الوط، أن يدخل ذكره في فرج زوجته، هذا لا يحل له إلا بالتحلل الثاني. أيضا ممكن نضيف يعني عقد النكاح، يعني يحرم في التحلل الأول. أن عقد النكاح أيضا يعني يحرم في التحلل الأول.
يدخل في التحلل الأول؟ يحرم بالتحلل الأول. ستأتي حال. قال وكذا يحرم الاستمناء باليد وكذا يحرم الاستمناء باليد. الاستمناء معناه استدعاء الشهوة، يظل يفعل ذلك إلى أن يحصل الإنزال. قال ويجب في كل واحد من جميع ذلك أي المحرمات المذكورة الفدية الآتي بيانها في الفصل بعده إلا عقد النكاح أو قبوله فلا فدية فيه فإنه لا ينعقد فوجوده كالعدم. عقد النكاح أصلا عقد المحرم أصلا لا ينعقد فوجوده كالعدم. يعني أذكر أن 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 يعني امرأة يعني جاءتني في مسألة طلاق مع زوجها، وكان طلقها ثلاث طلقات. ففي هذا الزمان لانتشار الجهل المفتي يحقق جدا في كيفية بدء الزواج، كيفية بدء الزواج، لأنه للأسف الشديد يعني انتشرت الأخطاء الكبيرة جدا في عقود الزواج في زماننا، أخطاء كبيرة جدا، وبالتالي تبطل العقد، وبالتالي تبطل الطلاقات، لا طلاق أصلا لأنه لا زواج. فقلت لها يعني أنت أين تزوجتي؟ قالت في السعودية. قلت لها فين في السعودية؟ قالت في مكة، وشهد يعني في بعض شيوخ الحرم على العقد. كنت تعملوا ايه في مكة؟ يا مولانا كنا في عمرة. طيب جميلة. طيب الزواج كان قبل أداء العمرة أم بعدها؟ يا مولانا نحن أول ما وصلنا إلى مكة وكنا محرمين، خفنا من الوقوع في الحرام فذهبنا قبل أن نطوف طواف القدوم إلى الشيخ في الحرم وعقدوا لنا العقد في الحرم حتى يكون عقدا مباركا. تلفنا هنا حلت البركة في آخر حلت البركة. فتزوجت وهي محرمة وعاشت مع بعضهما يعني
عمرا وحصل فيه ثلاث طرقات ويريدون يعني حلا. فقلت لهما يعني الطرقات الثلاث لم تقع. ليه معانا؟ قلت لهما لأنهما أصلا لستما زوجين. أنتما أصلا لم تتزوجا من البداية. لم تتزوجا أصلا. فبدأ وعقد عليها عقدا واستغفر الله مما فعلت. وقبل أن تفعل شيئا من العبادات تعلم أحكام العبادات قبل أن تفعلها. فهذا مهم يعني أن ندرك هذه الحقائق وأن نعلم الناس هذه الأحكام حتى لا يقعوا في مثل هذه المحاذير الشرعية. فالشاهد في مذهبنا أن عقد النكاح أصلا لا ينعقد وإن تم بجانب أركانه وشروطه لا ينعقد أصلا بالنسبة للإيه؟ للمحرم لا ينعقد عقده أصلا. قال فإنه لا ينعقد فوجوده كالعدم. قال ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع. يعني هو باشر زوجته بشهوة فهنا عليه الفدية. ثم بعد المباشرة جامعها فوقع في مصيبة سوداء دخل في إيه؟ خرج من الفدية ودخل في دم. مشكلة كبيرة بدنة وعليه بدنة كبيرة إبل وقضاء ويفسد الحج وعليه القضاء من عام. فدخلت الفدية الصغيرة في إيه؟ في الكبيرة. فلذلك قال إيه؟ سقطت عنه الفدية في الصورتين. لماذا؟ لدخولها في فدية الجماع. هو كان واجب عليه في الفدية إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو صوم ثلاثة أيام. هو الآن في مصيبة دخل في إيه؟ في جمل. أصبح عليه إيه؟ جمل كبير. فصيام ثلاثة أيام هذا كلام يعني إيه؟ يعني أصبح يعني دخل في الفدية الكبرى التي هي فدية الجماع. يا شيخ لو دخل ذكره بعض الحشفة هل يسمى جماعا أو هل عليه الفدية كبرى؟ ما هو الجماع يحصل بإدخال الحشفة كل الحشفة التي الجزء الذي في مقدمة الذكر. فأدخل الحشفة كلها فمجرد دخول كل الحشفة هذا أصبح وطئا. بعض الحشفة لا يسمى جماعا؟ لا لا يسمى جماعا كل الحشفة. قال ولا يفسده أي الإحرام شيء من محرماته إلا الوطء في الفرج. يعني الشيء الوحيد الذي يفسد الإحرام هو الوطء في الإيه؟ في الفرج. أما ما سوى ذلك ففيه فدية ويكمل الإحرام. لكن الشيء الوحيد الذي يفسد الإحرام ويفسد النسك هو الإيه؟ الوطء في الفرج. وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالإجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة. يبقى متى يفسد الوطء الإحرام؟ الإحرام على نوعين إما عمرة وإما إيه؟ حج. العمرة
إن جامع زوجته قبل التحلل يعني قبل الحلق قبل اكتمال أركان العمرة تفسد ليه؟ العمرة مطلقة تفسد العمرة مطلقة إن وقع الجماع قبل الإيه؟ التحلل من العمرة قبل الحلق. طيب بالنسبة إلى الحج ننظر إن كان الجماع حصل قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول قبل الوقوف بعرفة فيفسد حجه بالإجماع يفسد حجه بالإيه؟ بالإجماع. طيب إن حصل قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفة عندنا صورتين إما قبل التحلل الأول وقبل الوقوف بعرفة هذه الصورة أو قبل التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة يعني هو جاء مع زوجته وهو محرم قبل أن يذهب إلى عرفة فهذا يفسد حجه بالإجماع. طيب هو وقف بعرفة وقبل التحلل الأول جامع زوجته يعني قبل رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة لم يتحمل وجامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل الإيه؟ التحلل الأول قال وبعده يفسد الحج عندنا خلافا لأبي حنيفة فأبو حنيفة قال لو كان الجماع قبل التحلل الأول لكن بعد أن وقف بعرفة فلا يفسد الحج عند أبي حنيفة وعليه الدم لكن عندنا إن حصل الجماع قبل التحلل الأول مطلقا ولو كان بعد الوقوف بعرفة فيفسد ليه الحج يبقى عندنا مطلقا الحاج إن جامع زوجته قبل التحلل الأول سواء وقف بعرفة أم بعد الوقوف بعرفة يفسد ليه الحج واضحة؟ لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بأن الجماع إن حصل بعد أن وقف بعرفة وقبل التحلل الأول لا يفسد حجه وعليه ليه الدم قال لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول قال ولو كان يعني يفسد الحج ولو كان يعني حتى ولو كان غاية ولو كان يعني يفسد الحج حتى ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى فلا رفث أي لا ترفث فلفظه خبر ومعناه النهي ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج يعني قوله فلا رفث إن هو في صورة الخبر ولكن معناه ليه النهي فلا رفث خبر معنى خبر الخبر من الله الخبر يعني فيما بيننا يحتمل الصدق وليه والكذب حينما نقول لا لعب اليوم فيحتمل الصدق وليه والكذب لكن من الله تعالى لا يحتمل ليه إلا الصدق فالآية
جاءت في صورة الخبر، فلو حملناها على معنى الخبر لم تنع وقوع الجماع في الحج مطلقا، يعني لكان هذا لا يمكن ولم يحصل أن يجامع رجل زوجته في الحج، وهذا خلاف الواقع. هناك من يجامع زوجته وهو في الايه في الحج يحصل، فلذلك تعين أن يكون الخبر معناه الايه النهي، فلا رفث أي فلا ترفثوا. حينما أقول لولدي لا لعب اليوم معناه ايه لن تلعب اليوم، فهذا ايه يكون خبر ومعناه النهي، لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا، مع أن ذلك يعني الجماع في الحج وقع كثيرا. فلذلك الآية ليس معناها الخبر وإنما معناها إيه؟ معناها النهي، يعني بمعنى فلا ترفثوا. والأصل في النهي اقتضاء الفساد وقاس العمرة على الحج، أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه. وكذا الناس والجاهل والمكره، هؤلاء الثلاثة لا يفسد حجهم بالجماع. جامع زوجته ناسيا أنه محرم، وكذلك لو جامعها وهو جاهل بحرمة ذلك وكان قريب عهد بالإسلام، يعني ليس أي جاهل، لا يكون يعيش في بلد فيها العلماء من حوله وهو مقصر في عدم اهتمامه بتعلم أحكام الحج قبل السفر ويسمى جاهلا، أو يكون الجهل عذرا، لا، إذا كان إسلامه قريبا أو نشأ ببلدة بعيدة عن الإسلام. قال ولو وكذا المكره على الجماع. قال ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة، يعني لو أحرم نوى الإحرام وهو يجامع زوجته. هناك بعض الناس ممكن يكون هكذا، يعني أنا قلت والله يعني لا أتخيل أن هناك بشر يفعلون ذلك، ولكن حينما يعني عملت في ميدان الفتوى وجدت أن كل شيء نقرأه ممكن أن يحصل من الناس، لا يوجد مستحيل، لا يوجد مستحيل، كل يعني ما كتب هنا وما يقرأ رأيناه يعني يحصل أي شيء أي شيء. ولذلك الحذر الحذر من أن تنكر كلمة وجدت في كتب سطرها هؤلاء، إياك، يعني هؤلاء لا يكتبون شيئا هباء، ممكن لا يحصل في بلدتك لكن يحصل في بلدة أخرى أنت لم تره، لكن غيرك رآه. قالوا مثلا لو تولد بين إنسان وبهيمة ما حكمه؟ بعض الناس يسخر من يعني العلماء وهم يتحدثون في هذه الأحكام، لا، نحن في زمان أصلا العالم يمشي فيه إلى الشذوذ، العالم يمشي في طريق الشذوذ في كل شيء، فوارد جدا أن تحدث مثل هذه الصور، ووارد جدا أن كل هذا التقدم في العالم يقف في لحظة، وارد أم لا؟ ها؟ ده زر فقط يداس عليه، زر يداس عليه، العالم يعود إلى عهد البغال والحمير والإبل، زر فقط يداس على الزر، يلغى النت، يلغى الاتصالات، يلغى كل شيء،
كل شيء على زر فقط يداس عليه قوة من القوة في العالم، يعود العالم إلى عهد الإبل والبغال والحمير. فدائما لا تسخر، لا تسخر أو لا تستغرب، ولكن قل اللهم علمني. إن رأيت كلمة لم تفهمها أو لم تتصورها فقل اللهم فهمني، اللهم علمني، اللهم أدبني. الله سبحانه وتعالى يعلمك، الله يؤدبك، الله يفهمك. نعم. قال ولو أحرم مجامعا، قلت بأن كان أحرم أثناء الجماع، يعني وهو يجامع زوجته وذكره في فرجها نوى الإحرام بقلبه، لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة. ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه، لأن النزع ليس بجماع. يعني وهو ينزع ذكره من الفرج يعني بقصد النزع وإنهاء الجماع أحرم، فيجوز يصح إحرامه إذا كان قاصدا بالنزع ترك الجماع. إذا كان لكن ممكن يقصد بالنزع زيادة التلذذ كإدخال وإخراج، التلذذ بالإدخال والإخراج لا، فهذا لا يصح إحرامه، ولكن يقصد بالنزع ترك الجماع. ممكن إنسان يفعل ذلك أو هذا ممكن يتصور، إنسان مثلا يعيش في مكة، إنسان يعيش في مكة بجوار عرفة، و يعيش مثلا في حي من الأحياء القريبة من عرفة، ف ولم يكن نوى الحج، فيجامع زوجته وهو في أثناء الجماع كأن خاطرا جاءه، يعني ما الذي يمنعه من الحج؟ يعني هذا خاطر، يعني ألهاه عن التلذذ بزوجته، فنوى أن يلحق عرفة، يعني أن يذهب بسرعة، يقوم يغتسل يذهب بسرعة إلى عرفة حتى يدرك الحج. وهو ينزع بنية ترك الجماع نوى ذلك، نوى الإحرام أو الدخول في الإحرام، فيصح إحرامه في هذه الصورة. يعني هي صورة ممكن متصورة لمن يعيش في مكة ومثلا لم يكن نوى الحج وفي يوم عرفة ليلة، فيريد أن يدرك ليه الحج، فبسرعة ينزع ويغتسل ويجري فورا إلى الإيه؟ إلى عرفة حتى يدرك الحج. فممكن أن تتصور هذه الصورة. قال تنبيه يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاث، وهي رمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبله، إن لم يكن فعل يعني فعل السعي قبل الوقوف بعرفة. إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة تحلل التحلل الإيه؟ الأول، الحلق أو التقصير ورمي الجمرة العقبة في يوم النحر وطواف الإفاضة. إن فعل واحدا من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. طواف الإفاضة إن كان قد سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى مرة ثانية، وإن لم يكن سعى قبل طواف القدوم فوجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وهنا في هذه الصورة لا يتحلل إلا بعد السعي.
في هذه الصورة في صورة ما إذا لم يتحلل قبل إذا لم يسعى قبل بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة وأخر السعي لما بعد طواف الإفاضة فهنا لا يتحلل إلا بعد ليه؟ إلا بعد السعي طواف الإفاضة ومعه السعي. قال ويحل به يعني التحلل الأول اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة والحلق والقلب والطيب والصيد ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء.